فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة صف الأول الثانوي. إزيكم يا باشمهندسين، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله النهاردة هنبتدي مع بعض مراجعة ليلة الامتحان. هناخد المراجعة أو منهج الرياضة كله على 3 فيديوهات، فيديو لحساب المثلثات لوحده كامل، فيديو إن شاء الله للجبر كامل، فيديو للهندسة بإذن الله لوحده برضه كامل. إن شاء الله النهاردة هناخد مع بعض حساب مثلثات كله. نظامنا في مراجعة حساب مثلثات هيكون إيه؟ هجيب الدرس أفكرك بقوانينه وأقول لك دي أهم الأفكار اللي عليه والمتوقع إنها تيجي. بس يا هندسة ده اللي هنمشي بيه إن شاء الله. قبل أي حاجة بقى نسمي الله، بسم الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الصعب إن شئت سهلا. أول درس في حساب مثلثات كان المتطابقات، وكان الدرس ده عند ناس كتير عقدة. الدرس ده كله يا باشمهندس بيتلخص في قوانينه. لو انت حضرتك حافظ القوانين موضوعك منتهي. القوانين بتاعته قدامك اهي. هو الدرس ده اصلا مبني على 3 قوانين بس، اللي هو جا تربيع زائد جتا تربيع بتساوي 1، وزا تربيع زائد 1 بتساوي قا تربيع. ركز، كله لنفس الزاوية. ركز هنا، ز تربيع سيتا زائد 1 بتساوي ق تربيع سيتا. وتقدر يا باشمهندس تمسك اي حاجه تعداها باشاره مخالفه بتطلع لك قانون جديد. يعني القوانين الحمراء دي، ده حضرتك لما مسكنا مثلا الجا عدناها باشاره مخالفه، او مسكنا الجتا عدناها باشاره مخالفه. بس اكتر حاجه عايزك تركز فيها ان الجا تربيع زائد الجتا تربيع تساوي 1 امتى؟ ان كان الزاويتين دول قد بعض. يعني أنا لو جيت قلت لك هو جا تربيع 50 زائد جتا تربيع 50 دي قيمتها بكام؟ على طول بتقوم أنت قايل لي بواحد. تمام يا هندسة؟ تمام. ز تربيع سيتا زائد 1 بتساوي ق تربيع سيتا لنفس الزاوية. يعني أجي أقول لك مثلا إيه؟ ز تربيع 5 ناقص ق تربيع 5 الكل أس 5 دي قيمتها بكام؟ بتقوم انت جاي قايل لي انا هعدي دي باشاره مخالفه، يعني القانون ده كده يا استاذ. طب ما هي قيمتها هتكون بسالب 1. ليه؟ لان انا جبت دي هنا وعديت الواحد باشاره مخالفه، يبقى سالب 1 اس 5 دي بسالب 1. القوانين المساعده معاك يا هندسه ان جا في قتا بواحد. ليه؟ لان قتا كانت 1 على جا، فلما تكون مضروبه في مقلوبها على طول بواحد. يعني الجا في قتا بواحد، والجتا في قا بواحد، والظا في زطا بواحد. حاجه فيها ت تيجي مع مقلوب ما فيهوش ت، وهكذا. جا 90 ناقص سيتا، فاكر ان كانت ال 90 بتغير، وجتا 90 ناقص سيتا دي بجا سيتا. دي كانت القوانين. تعال نشوف اهم التمارين على الجزئيه دي من سهلها لصعبها ان شاء الله. ابسط صوره لجا سيتا زائد جتا سيتا كل اس 2 ناقص 2 جا سيتا جتا سيتا. بنمسك يا باشمهندس القوس اس 2 ونفكه. بعمل اللي عليا، يعني الاول تربيع الاخير تربيع موجب اشاره المنتصف 2 في الاول في الاخير. كده انا فكيت القوس تربيع، انقل الباقي ده زي ما هو. تعال نجمع المتشابه، مش دي راحت مع دي؟ جا تربيع زائد جتا تربيع قيمتها بكام؟ قيمتها بواحد، يبقى أبسط صورة بواحد. طيب جا في قتا نفس الزاوية؟ أيوة جا في قتا بواحد. إيه ده يا أستاذ؟ مش كنا ننسبها الأول؟ أقول لك يا عبيط، أنت معاك جا في قتا الدالة في مقلوبها والاتنين نفس الزاوية، خلاص على طول تبقى بواحد. تلاتة ظا في زطا بتلاتة، 2 جا في قتا ب2، جتا في قا ب1، يبقى الناتج بيساوي 6. بس كده؟ ألف ب ج ده المتوازي أضلاع. رسمنا المتوازي وليكن إن هو ده يا أستاذ المتوازي، اسمه إيه؟ ألف ب ج د. جتا ألف، قلت له فين ألف أهي، زائد جتا باء، قلت له يا أستاذ
باء دي اصلا عبارة عن 180 ناقص الف، يعني انا لو جيت اجيب جتا باء كأني بجيب جتا 180 ناقص الف، وجتا 180 ناقص الف ده ربع تاني مش مكانها، يبقى الناتج هنا سالب جتا الف. الزاوية يا شباب المنفرجة الجتا بتاعتها سالب. طيب انا ما كنتش اعرف هو نوعه ايه يا استاذ، فعشان كده قلنا لو دي الف دي 180 ناقص الف، يبقى الجتا هنا بتساوي سالب الجتا هنا. تمام يا استاذ، يبقى معنى كده ان جتا الف وجتا ب هيروحوا مع بعض، دول بصفر. طيب وجيم مع الدال، قلت له ما هو نفس الكلام، يعني لو الزاوية دي جيم دي 180 ناقص جيم، لان حرف يو بالتداخل ب 180، فدول كمان هيروحوا مع بعض. ليه؟ عشان جتا ب دي بسالب جتا الف زائد جتا جيم، وجتا دال دي قيمتها بسالب جتا جيم. لو جيت تجمع كله هتلاقي الناتج كله بصفر. نكمل يا باشمهندسين. لما يطلب منا قيم، المسائل بقى اللي بتوقف الناس لما يطلب منه قيمة يتوه، هي دي حل معادلة؟ طب المعادلة بتتحل ازاي؟ ويبدأ بقى ايه يحصل له كده هستيريا كده، يخبط في الدروس بمعنى اصح. يا هندسة لما تلاقي علاقة كده وانت ما انتش قادر تجيب لها قانون، فانت حضرتك ربع الطرفين، ربعهم لما ما يكونش كمان فيه نقص. فقمت جاي يا استاذ ماسكها قلت ربع الطرفين، هنا 16 على 25. تعال نفك القوس تربيع، الاول تربيع الاخير تربيع، موجب اشارة المنتصف 2 في الاول في الاخير، يبقى 2 جا سيتا في جتا سيتا، دي بتساوي كام يا سيدي الناس؟ 16 على 25. كويس، جا تربيع زائد جتا تربيع قيمتها بكام؟ جا تربيع زائد جتا تربيع ده دي بواحد يا استاذ. كويس، 1 ناقص 2 جا سيتا جتا سيتا دي قيمتها بتساوي 16 على 25. عد دي هنا وهات دي مكانها، 1 ناقص 16 على 25 بتساوي 2 جا سيتا جتا سيتا، 1 ناقص 16 على 25 ب 9 على 25 بتساوي 2 جا سيتا جتا سيتا. عايز اشيل 2 اقسم عليها، يبقى الناتج بتاعي بتاع دي يا استاذ لما قسمت على 2 9 على 50، ده الناتج بتاعها 9 على 50. طب تعال شوف القيمه الثانيه كده، ز سيتا ب 3 ق تربيع سيتا بكام؟ تبقاش عبيط، انت معاك ق، فاكر القانون اللي فيه ق؟ ما تيجي كده نرجع القوانين. قوانين هي يا استاذ، ق تربيع كان بيساوي ايه؟ مش ز تربيع زائد 1؟ طب ما تشتغل كده، تعال نروح نجيبها. ماشي يا استاذ انت عايز ق تربيع، طب ما هي قانونها بز تربيع زائد 1، والز كانت ب 3 تربيع ب 9، 9 زائد 1 قيمتها بتساوي 10. خلصانه؟ انت شايف اهو. طب السؤال اللي بعده ده، يا استاذ ده هنتصرف فيه ازاي بقى؟ قلت لك يا هندسه لما يكون عاوز قيمه وما فيش اس 2 ربع الطرفين، يبقى 3 جا سيتا زائد 4 جتا سيتا اس 2 هساويها ب 5 اس 2، الاول تربيع الاخير تربيع، موجب إشارة المنتصف الأول في الثاني في 2 بتساوي 25. كويس، وهنروح كمان على المطلوبة نربعها، هنسويها برمز وليكن إن اسمه كاف. تعال ربعها كده ونفك التربيع، هتبقى يا أستاذ 3 جتا سيتا ناقص 4 جا سيتا أس 2 بتساوي كاف أس 2. فك التربيع، الأول تربيع الأخير تربيع، موجب إشارة المنتصف الأول في الثاني في 2، التلاتة في 4 ب 12، ال 12 في 2 ب 24 جا سيتا جتا سيتا بتساوي كاف أس 2. كويس يا أستاذ، خد العلاقة دي يا هندسة مع العلاقة دي واجمعهم. يلا نجمع كده، 9 جا تربيع زائد 16 جا تربيع يبقوا كام؟ 25 من جا تربيع سيتا،
16 جتا تربيع زائد 9 جتا تربيع ب 25 من جتا تربيع سيتا. 24 ناقص 24 دول راحوا. الناتج ب 25 زائد كاف تربيع. تمام يا أستاذ، هناخد 25 مشترك، هيتبقى جتا تربيع سيتا زائد جتا تربيع سيتا. دول بيساوي 25 زائد كاف تربيع. 25 راحت مع ال 25 لما عدناها بإشارة مخالفة، لأن دول كده كده خلاص بواحد. يبقى كاف تربيع قيمتها بتساوي صفر، ومنها الكاف بتساوي صفر. قتا سيتا ناقص واحد على ظا سيتا، فإن زتا سيتا زائد واحد على جا سيتا. مسألة تخليك تتهبل شوية مع إنها سهلة جدا. واحد على ظا دي بإيه يا هندسة؟ واحد على ظا يا أستاذ ده دي قيمتها بتساوي زتا. يبقى دي جتا سيتا ناقص زتا سيتا، دي قيمتها بخمس. طب ودي معناها ايه؟ زتا سيتا زائد قتا سيتا. طب كويس، هو عاوز يعرف دي بكام، صح؟ مش انت عندك قانون بيقول ان قتا تربيع سيتا ناقص زتا تربيع سيتا دي قيمتها بتساوي واحد من القانون ده؟ زتا تربيع سيتا زائد واحد بتساوي قتا تربيع سيتا. ايوه، جينا عدينا دي بإشارة مخالفة. فاكر القانون ده؟ طب ما تحلله كده. قلت له ده لو اتحلل هيبقى قتا سيتا ناقص زتا سيتا مضروب في قتا سيتا زائد زا زائد زتا سيتا. ده قيمته بتساوي كام؟ ده قيمته بتساوي واحد. طب هو قال لك قتا ناقص زتا بكام؟ قلت له بخمس في قتا سيتا زائد زتا سيتا. هنعمل المقص يا أستاذ، الخمسة في واحد بخمسة، يبقى قتا سيتا زائد زتا سيتا ده قيمته بتساوي خمسة. جا على قتا زائد جتا على قا، قلت له القتا دي مقلوب الجا، يبقى دي جا في جا، ده هتطلع من تحت لفوق وده هتطلع من تحت لفوق برضو. جتا في جتا، جا في جا بجا تربيع سيتا، جتا في جتا بجتا تربيع سيتا، جا تربيع زائد جتا تربيع قيمتها بتساوي واحد. نكمل يا شباب. أبسط صورة لده إيه؟ واحد زائد زا تربيع دي بإيه؟ قانون يا أستاذ، واحد زائد زا ده دي بقا تربيع. كويس، زائد تلاتة جا تربيع سيتا. القا مقلوب إيه؟ الجتا يا أستاذ، يبقى دي تلاتة جتا تربيع سيتا زائد تلاتة جا تربيع سيتا. لو خدنا التلاتة مشترك مش اتبقى جتا تربيع سيتا زائد جا تربيع سيتا، ودول كانوا بواحد، يبقى التلاتة في واحد بكام؟ بتلاتة. بس كده يا هندسة. السؤال اللي بعده، أبسط صورة للمقدار ده إيه؟ قلت له بص يا أبو حميد، هو الظا دي عبارة عن جا على جتا، يبقى جا في جتا في جا على جتا زائد جا في جتا، ودي جتا على جا. تعال نبسط يا هندسة، والقا دي كانت واحد على جتا، دول راحوا مع بعض ودول راحوا مع بعض. جا في جا بجا تربيع سين، جتا في جتا بجتا تربيع سين، على هنا جا سين ومقام المقام يطلع بسط فوق، هيطلع فوق كده، هيبقى هنا جتا سيتا. دول بواحد، يبقى جتا على جا، جتا على جا دي بإيه؟ دي بزتا يا أستاذ، سين سيتا دي مكانها سين. يا رب يكون الموضوع واضح معك يا هندسة. محدد ده كنت بدول، تعرف تجيب لنا ألف بكم؟ قلت له إيه ده؟ إيه اللي جاب الجبر في الحساب مثلثات؟ طب المحدد ده يا أستاذ ده مثلث صفري. أيوة، يبقى الناتج ضرب القطر الرئيسي ده يا أستاذ. برافو عليك. ألف في ألف في ألف بألف تكعيب، جا في جتا في ظا، جا في جتا في ظا اللي هي جا على جتا. تمام، بتساوي سالب ألف تكعيب جتا تربيع س زائد 8. ماشي، هنختصر يا أستاذ جتا مع جتا. اتبقى هنا ألف تكعيب جا تربيع سين. ليه؟ جا في جا. هنعد دي بإشارة مخالفة، هتبقى موجب ألف تكعيب جتا تربيع سين.
بتساوي 8. لو خدنا الالف تكعيب مشترك مش يتبقى جا تربيع زائد جتا تربيع؟ ايوه، وجا تربيع زائد جتا تربيع بكام؟ ده دول قيمتهم بواحد يا استاذ. يبقى الف تكعيب ب8 ومنها الالف بتساوي 2. قيمه المحدد ده بايه؟ قلت له المحدد ناتجه ضرب دول ناقص ضرب دول، يبقى جا في جا بجا تربيع 5000 زائد جتا تربيع 5000 نفس الزاوية؟ أيوة، يبقى الناتج على طول بواحد. من الواضح يا باشمهندسين إن جا تربيع زائد جتا تربيع ده أهم قانون في حساب المثلثات كله. فعلا ده أهم قانون. إذا كان قا سيتا بتساوي ميم زائد نون، وزا سيتا بتساوي ميم ناقص نون، فإن 1/8 ميم نون ده بكام؟ قلت له يا أستاذ أنا عندي قانون بيقول إن ك تربيع سيتا ناقص ز تربيع سيتا ده قيمته بواحد. أيوه، ك تربيع قيمتها بميم زائد نون، والز تربيع قيمتها بميم ناقص نون. فك يا أستاذ الأقواس تربيع. قلت له الأول تربيع الأخير تربيع موجب إشارة المنتصف الأول في الثاني في 2. طب وده؟ الأول تربيع الأخير تربيع موجب إشارة المنتصف الأول في الثاني في 2. تمام، كنت بكام؟ بواحد. خلي السالب يخش يغير الإشارات، ناقص ميم تربيع زائد 2 ميم نون زائد، بقت ناقص خلاص نون تربيع لأن السالب دخل غير الإشارة. تعال نجمع اللي زي بعضه. ميم تربيع اتكنسلت، نون تربيع اتكنسلت، إيه اللي اتبقى؟ 4 ميم نون، قيمتهم بكام؟ بواحد. طب انا عايز اخليهم يا استاذ 8، مش هقدر اضرب في 2؟ لو ضربت هنا في 2 وضربت هنا في 2 ما حصلش حاجه، يبقى 8 ميم نون قيمتهم ب2. هو الراجل عاوز 8 ميم نون، يعني يقلبهم. قلت له يبقى 1/8 ميم نون بتساوي 1/2. بعد كده يا باشمهندسين حل المعادلات المثلثيه، ده كان الدرس الثاني في حساب مثلثات. كان الدرس ده بنجيب قيمه لاما للجا او الجتا او الظا اللي هو مدهاني، وبعد ما بجيبها بقدر اجيب الزاويه واشوفها موجبه فين، وبعد كده بجيب له الربع اللي هو عاوزه او الحل العام اللي هو عاوزه. يعني ايه؟ انا معايا مساله بتقول ان جتا سيتا بتساوي 1، اوجد الحل العام. هو جتا كام اللي بموجب 1؟ جتا يا استاذ صفر، جتا صفر هي اللي بواحد، يبقى سيتا بتساوي صفر. في مكان تاني الجتا بتبقى فيه بواحد؟ قلت له لا، لان الصفر ده زاويه محوريه، فبالتالي يا استاذ الحل العام بتاعي بيكون سيتا زائد هنلف لفه كامله اللي هي 2 باي نون، لان مفيش الا زاويه واحده. هو ده الحل العام، صفر زائد 2 باي نون اللي هو بيساوي 2 باي نون، ده الحل العام بتاعي. طب السؤال اللي بعده، جتا سيتا بتساوي موجب نص، وانت معاك يا هندسه ربعين تختار فيهم. بيقول لك هات لي بقى مجموعه الحل او قيمه سيتا دي في الربع الثالث. قلت له يا استاذ المساله دي مش هحلها لك. ليه؟ اولا انت اديتني جتا موجبه، ايوه، وبتقول لي الحل في الربع الثالث. انت اديتني الربع ده بتقول الحل هنا كده، وده اصلا مش مكان الجتا، وانت مدهاني بالموجب، يبقى مفيش زاويه في المنطقه دي، يبقى قيمه سيتا او مجموعه الحل بفاي، ما اقدرش اجيبها لك. طيب تمام، لو كانت كاف بتساوي 4 جا 3 س ناقص 5، فان كاف تنتمي لايه؟ انت هنا مطالب يا هندسه من الترم الاولاني بمعلومه مهمه جدا، بتقول لك ايه؟ ان الجا قيمتها بتكون ما بين سالب 1 و1. ايوه يا استاذ، بس خلاص اشتغل على النقطه دي. بما ان جا 3 س تنتمي للفتره من سالب 1 ل1، فانا عاوز اطلع الفتره اللي زيها هتكون في كاف، فبعوض بالرقمين دول بس. جا 3 س تساوي سالب 1، كاف قيمتها هتساوي سالب 4 ناقص 5، 4 في سالب 1 ناقص 5 بسالب 9. عند جا 3 س قيمتها تكون بواحد، يبقى كاف ب 4 في 1 ناقص 5 بسالب 1. إذن هو عاوز قيمة كاف،
قلت له كاف تنتمي للفترة المغلقة من سالب 9 لسالب 1. في الفترات يا شباب بنحط صغار الأول والكبير الثاني، خلي بالك سالب 9 هي الصغيرة. نكمل. مجموعة حل جا س زائد جتا س بتساوي صفر، ومدي لك يا باش مهندس من أول المية وتمانين لحد التلتمية وستين. هات الزاوية اللي هنا كده بس، يعني ما تجيبليش من أول الصفر لحد المية وتمانين، أنا عايز من بعد المية وتمانين. قلت له بص يا أبو حميد، حضرتك دي جاية معاها جتا، هعدي الجتا بإشارة مخالفة. تمام، هشيل الجتا دي هقسم عليها، يبقى جا س على جتا س بتساوي سالب واحد. جا على جتا بسالب واحد يعني دي ظا، ظا س بتساوي سالب واحد. ظا كامل اللي بسالب واحد؟ ظا يا أستاذ 135 درجة. يا أستاذ هو السالب معناه إنه مش مكانها؟ قلت له آه. قال يعني ده ما ينفعش هنا، هو ينفع هنا؟ قلت له أيوه. قال ال 135 رخرة مش هتنفع، لأنه بيقول لي أنا عاوز رقم ما بين ال 180 و 360. مش فاهم يا أستاذ أنا تايه في الحتة دي. بص يا هندسة، حضرتك أنت بترسم شبكة كويس للناتج ده أهو. الظا سالبة فين؟ هنا وهنا. حط الزاوية 45، لأن الظا 45 هي اللي بواحد. طب والسالب؟ السالب ده معناه الربع. 45 هنا هي يا أستاذ، و 45 هنا هي. هات القياس. قلت له أول رقم 135، طب والرقم الثاني؟ 360 هنشيل منهم 45 يبقى 315. هو عاوز الرقم اللي ما بين 180 و 360، هتاخد أنهي؟ هاخد ال 315. يبقى خلاص مجموعة الحل أو س بتساوي المجموعة 315. لو كانت جا أ زائد جا ب قيمتها بتساوي 2، ماشي، يبقى جتا أ زائد جتا ب بصفر، ولا جتا أ ناقص جتا ب بواحد، ولا جتا أ ناقص جا ب بتساوي سالب واحد، ولا جا أ زائد ب بتساوي سالب واحد أو بتساوي واحد؟ قلت له يا أستاذ ماشي. أولا حضرتك إمتى تجمع جا مع جا تديك 2؟ أكبر قيمة للجا يا أستاذ، أكبر حاجة بواحد، وانا الناتج طلع باتنين، يبقى معنى كده ان الجا دي كانت بواحد والجا دي كانت بواحد. ما هو ما ينفعش واحده فيهم تكون واحد ونص والتانيه نص، الاتنين جمعناهم طلعوا بواحد. واكبر قيمه للجا انا عارفها في تاريخ حياتي هي الواحد، اكبر قيمه. عشان اوصل للاتنين يبقى اكيد دي اكبر قيمه ودي اكبر قيمه، يبقى اكبر قيمه يا استاذ للجا اكيد بواحد. يبقى معنى كده ان الزاويه دي بكام؟ الزاويه دي بتساوي ب بكل واحده منهم ب 90، ولو جيت اجيب جتا 90 دي بصفر، يبقى الاختيار ده هو الصحيح. نوع المثلث الذي فيه جا تربيع ا زائد جتا تربيع ا بتساوي 1. قلت له يا استاذ امتى جا تربيع زائد جتا تربيع بتساوي 1؟ ده كان شرط يا استاذ، لازم الزوايا تكون متساويه، لازم. يبقى معنى كده ان زاويه ا بتساوي زاويه ب، يبقى معنى كده المثلث متساوي الساقين. تمام يا استاذ، مجموعه حل المساله دي ايه؟ قلت له بسيطه، هنعدي الجذر 3 باشاره مخالفه، يبقى الجا سيتا بتساوي جذر 3 على الاثنين. الزاويه دي موجبه؟ اه. طب هي موجبه في الربع الكام والكام؟ الاول والثاني يا استاذ. جا كام اللي بجذر 3 على 2؟ قلت له جا 60، يبقى الزاويه هنا 60 وهنا 60. اول رقم 60 درجه، ثاني رقم بيساوي 120 درجه. بيقول لك بعد ما طلعت الحل كده انا عاوز الزاويه او الرقم اللي ما بين 90 و 360 من اللي انت طلعته. قلت له يبقى انا هاخد دي بس يا استاذ. ليه؟ عشان دي اقل من ال 90. طبعا ده هنكتب مرفوض لو كان السؤال مقالي. ماشي يا باشمهندسين؟ تمام، نكمل. مجموعة حل 3 أس جا سيتا بتساوي 1. قلت له يا أستاذ 3 أس كام بتساوي 1؟ 3 أس 0 يا أستاذ، يبقى معنى كده إن جا سيتا دي بتساوي 0. قلت له أيوه. جا كام اللي بصفر؟ قلت له مكانين يا أستاذ، عند الصفر وعند ال 180.
جا كامل بصفر، جا صفر، وجا 180. هو بيقول لك انا هاخد رقم اكبر من الصفر. شفت قال هنا ايه؟ رقم اكتر من الصفر، يبقى ده مش هينفع مرفوض لان مفيش يساوي. وال 180 ما بينهم يبقى دي هاخدها. يبقى قيمة سيتا بتساوي او مجموعة الحل بتساوي المجموعة باي. يا رب تكون واضحة معاك يا سيدي الناس. نكمل. لو كانت جا سيتا بألف ع ب وسيتا دي في الربع الاول، قلت له معنى الكلام ده يا استاذ ان انا بروح ارسم شبكة والربع الاول اهو، وادي الزاوية سيتا، الجا بألف على ب، هنجيب ده من فيثاغورس، الوتر تربيع ناقص الضلع ده تربيع. تمام يا استاذ. هو الراجل عاوز قيمة جذر واحد زائد ظا تربيع سيتا. قلت له واحد زائد ظا تربيع سيتا اصلا ده دي بقى تربيع سيتا، بس اتنين لما تشال بقت قا سيتا، والقا دي مقلوب الجتا، القا مقلوب الجتا. يبقى انا لو كنت جبت جتا سيتا يا ابو حميد اللي هي بجذر باء تربيع ناقص ألف تربيع على باء، كان هيديني القيمة دي لو قلبتها. يبقى الناتج بتاع السؤال ده بب على جذر ب تربيع ناقص ألف تربيع، اللي هو الاختيار الأخير ده. نكمل يا شباب. عدد حلول السؤال ده إيه؟ يعني إيه عدد الحلول يا أستاذ؟ يعني امسك المسألة حلها وعد النواتج اللي معك، بس بسيطة إزاي؟ فمسكت دي حللتها يا أستاذ، جتا تربيع سيتا وهنا جتا تربيع سيتا، الأربعة 2 في 2 سالب وسالب يا أستاذ. تمام. يبقى جتا تربيع سيتا يا أستاذ بتساوي 2. كويس. هشيل أس 2 أجيب الجذر، يبقى جتا سيتا بتساوي موجب أو سالب جذر 2. تمام. أنت عارف بقى موجب أو سالب جذر 2 بكم؟ جذر 2 دي هندسة قيمتها بتساوي 1.4 تقريبا. هل في قيمة للجتا بتعدي الواحد الصحيح أصلا؟ لا يا أستاذ، لأن الجتا قيمتها ما بين سالب 1 و1، ودي عدت من يمة الموجب ومن يمة السالب، يبقى هنا مجموعة الحل فاي. بس هو عايز عدد الحلول يا أستاذ، عدد الحلول صفرا. تمام. عدد حلول المسألة دي ايه؟ قلت له يا هندسة دي 3 جا سيتا بتساوي الظا جا على جتا. ايوة يا استاذ. شيل دي مع دي. قلت له لا يا استاذ. قال لا. طب ليه؟ فعش يا استاذ. طالما هي مجهول ما ينفعش. يا راجل. ايوة. اما اعمل ايه؟ اعمل المقص. يبقى 3 جا سيتا في جتا سيتا بتساوي جا سيتا. عددي بإشارة مخالفة. نقدر ناخد من هنا جا سيتا مشترك. تمام. اتبقى 3 جتا سيتا. احنا كده جبنا جا سيتا بصفر وجبنا جتا سيتا بتولد. كان لازم يا أستاذ حضرتك تديني فترة عشان تقول لي منين لفين. قلت لك من صفر للاتنين باي مثلا، يعني اللفة الكاملة. قلت له جا كامل بصفر، جا يا أستاذ صفر وانت واخده، وجا 180 اللي هي باي، وجا 2 باي انت واخد ال 2 باي، هي عند التلاتة دول بصفر. كده 3 حلول لحد دلوقت. والجتا دي الرقم أقل من الواحد، والجتا في مكانها لأن هي بالموجب، الناتج بالموجب، وهي موجبة في مكانين، ربع أول ورابع. يبقى في هنا مكانين كمان، ربع أول وربع رابع. يبقى انت كده معاك كام حل؟ ادا 1 2 3 4 5. يبقى للمسألة دي 5 حلول مختلفة. بعد كده يا باش مهندس، الدرس الثالث في حساب مثلثات كان حل المثلث، كان بيديلك مثلث ويطلب منك ضلع او يطلب منك الزوايا كلها او يطلب منك الاضلاع كلها او يطلب كل الزوايا وكل الاضلاع. اول سؤال بيقول في الشكل المرسوم اوجد قيمة الف جيم. هنجيب ألف جيم ده إزاي؟ بسيطة قوي. بص حضرتك ركز كده في الموضوع قوي. ده اسمه إيه؟ اسمه متوسط، لأنه خارج من راس قسم ضلع. يا هندسة أنت شايف علامة التقسيم دي؟ أيوة يا أستاذ. يبقى ده اسمه متوسط. إمتى متوسط في مثلث بيساوي نص ضلع؟
ده لما يكون خارج من زاوية قايمة سنة تانية إعدادي الترم التاني. يبقى بما إن الدال منتصف ب ج إذن ألف دال متوسط، وبما إن المتوسط بيساوي نص ضلع يبقى إذن الزاوية اللي خارج منها قائمة. كده نعرفت إن الزاوية اللي هو خرج منها دي قائمة. طب ده كان مثلث متساوي الساقين، دي ب 80، يبقى كل واحدة من القاعدة بكام؟ ب 50 يا أستاذ. أنت عاوز ألف جيم؟ بص بقى في المثلث الكبير كله، مش أنت معاك جا 50 تساوي مقابل على وتر؟ مش ده كله الوتر؟ أيوه يا أستاذ. يبقى الألف جيم بتساوي 10 جا 50. اكتبها على الآلة الحاسبة يا هندسة وطلع الناتج وموضوعك انتهى. خد رقمين بعد العلامة. السؤال اللي بعد كده بيقول لو كانت الزاوية دي ب20 تقدر تقول لنا ألف جيم بكم؟ قلت له والله يا أبو حميد أنا شايف إن هي بسيطة. ليه؟ دي ب20 دي ب90 يبقى دي ب70. أيوه يبقى دي ب110. مثلث متساوي الساقين، يبقى فاضل هنا 35 وهنا 35. صح. وبعدين؟ أنت عاوز إيه بقى؟ أنا عاوز الألف جيم. ما المسألة خلصانة. ازاي يا ابني خلصان؟ هات جا يا استاذ. جا 35 بتساوي المقابل على الوتر، يبقى الف جيم قيمته بتساوي 2 جذر 3 على جا 35. اكتب دي على الاله الحاسبه وخد رقمين بعد العلامه. بيقول انا عايز مساحه المثلث. بما ان ده قطر، بما ان ده قطر، يبقى الزاويه دي بكام؟ ب 90 يا استاذ. طب ليه؟ عشان الزاوية المحيطية المرسومة في نص دايرة ب90 درجة. كويس، تقدر تجيب لنا الألف بقى؟ قلت له آه، هجيب لك ظا الأول، ظا سيتا بتساوي 6 على ألف باء، يبقى ألف باء بتساوي 6 على ظا سيتا. تاني يا شباب، مساحة المثلث نص حاصل ضرب ضلعي قائمة. أنا معايا واحد والتاني مش معايا، قلت أجيبه من القانون، جبته. فالراجل بيسألني بقى هنا بيقول لي ايه مساحة المثلث بقى يا هندسة هتساوي ايه؟ قلت له يا استاذ بص حضرتك، هو مساحة المثلث نص في الستة في الالف ب، تمام. نص الستة كام؟ قلت له يا استاذ نص في ستة في الالف ب قيمته بستة على ظا سيتا. نص الستة تلاتة، التلاتة في ستة ب18 على ظا سيتا. الظا تطلع من تحت لفوق يبقى ب18 ظا سيتا، والاختيار ده موجود اللي هو ده 18 ظا سيتا. ألف ب إلى ب ج بتساوي كام إلى كام؟ أنا اللي أنا أقدر أجيب له أجيب لك د ج مثلا، هنجيبها عن طريق المثلث ده. هاتها يلا يا هندسة قول لنا عليها. قلت له أنا معايا ظا 60 بتساوي ه د على د ج، تمام. يبقى يا استاذ د ج دي قيمتها بتساوي ه د على ظا 60. قلت له ظا 60 بجذر 3. كويس، هنيجي ناخد المثلث الكبير ده اهو برضه، هنجيب د ب بقى كلها. يبقى د ب قيمتها بتساوي ه د على ظا 45 بواحد. هنجيب دال الف كلها، دال الف عبارة عن ه دال على ظا 30، ظا 30 بواحد على جذر 3، واحد على جذر 3. طيب تقدر تقول لنا الحتة ج ب لوحدها عبارة عن ايه دي؟ قلت له ج ب عبارة عن الدال ب كلها، شيل منها الدال ج، دال ب كلها دال ب ناقص دال ج، دي بتساوي ه د ناقص ه د على جذر 3. كويس، كده نجبت ايه؟ كده نجبت ج ب. طب هات لنا يا باشمهندس القطعه ا ب. قلت له ا ب يا استاذ عباره عن القطعه ا د كلها مقام المقام بسط، هشيل منها يا استاذ القطعه د ب، ودال ب قيمتها ب د. كويس،
انا عاوز بقى الف ب على الب ج. قلت له الف ب على الب ج اللي هي جذر 3 ه د ناقص ه د على ب ج. ب ج دي يا استاذ عباره عن ه د ناقص جذر 3 على 3 من ه د. طب ما تاخد ه د مشترك، اتبقى جذر 3 ناقص 1، وخد من هنا ه د مشترك، اتبقى 1 ناقص جذر 3 على 3. شيل دول مع بعض، شيلتهم، اكتب القيمة دي على الحاسبة. طلعت النتيجة يا أستاذ بتساوي جذر 3 إلى 1. بس كده يا باشمهندس، دي القيمة اللي هو كان عاوزها. يا رب تكون واضحة معاك. بعد كده يا باشمهندسين، زوايا الارتفاع والانخفاض. هيبدأ يوصف لي مشهد، المشهد ده في الآخر هيكون مثلث قائم، وهلاقي معايا ضلع وزاوية أو ضلعين، ويقول لي هات الضلع اللي ناقص أو يقول لي هات الزاوية. بس كده يا هندسة. من قمة برج ارتفاعه 80 متر رصدت نقطة على الأرض. كان في برج يا شباب، البرج ده كان ارتفاعه 80 متر، وليكن إن هو ده البرج مثلا. من قمته رصد نقطة على سطح الأرض بزاوية انخفاض، كانت الزاوية دي مقدارها، ادي يا استاذ مثلا هنا ده الخط الافقي اللي بنقيس منه زاويه الانخفاض، وكانت الزاويه دي مقدارها 24 درجه و12 دقيقه. 24 درجه و12 دقيقه، تمام. عايزين بعد الجسم عن قاعده البرج، ماشي يا استاذ، وليكن ان دي قاعده البرج، هو عاوز المسافه دي بكام. قلت له انت اديتني ارتفاع البرج كام؟ 80. زاوية الارتفاع هي هيها زاوية الانخفاض بالتبادل. أيوة يا أستاذ، خلصان. ده مثلث قائم، معك المقابل وعاوز المجاور، وانت معك الزاوية، يبقى هنطبق ظا. يبقى ظا 24 درجة و12 دقيقة، دي بتساوي 80 على الضلع اللي أنا عاوزه. يبقى الضلع اللي أنا عاوزه 80 على ظا 24 درجة و12 دقيقة. بس كده يا هندسة، احسب دول ومسألتك انتهت. الطول طلع بيساوي 178 متر. يا رب تكون واضحة يا هندسة، يكمل. عمود إنارة طوله 8 متر، كان في عمود يا أستاذ إنارة، وليكن إن هو ده كده مثلا يا شباب بالفرد. كان ارتفاعه 8 متر، وكان طول ظله على الأرض 5 متر. عاوزين زاوية ميل الشمس، وليكن ان هنا كده الشمس يا شباب، عشان يبقى في ظل، اخر الظل هو اخر الشعاع اللي معدي، تمام. انا عايز زاوية ميل الشمس بقى. قلت له يعني انت عاوز الزاوية دي، هنجيبها لك يا استاذ عن طريق ظا ثيتا، لان معايا مقابل عمجاور على الآلة الحاسبة شيفت تان 8 على 5 بتساوي 57 درجة و59 دقيقة و40 ثانية، يعني تقريبا 58 درجة. يا رب تكون واضحة يا هندسة. الفكرة اللي في زوايا الارتفاع والانخفاض، يجي يديلك طول شخص كان واقف بيقيس حاجة، يقول لك إن كان في شخص أهو، الشخص ده كان طوله 160 سنتي، يعني واحد أو متر وستة وستة من عشرة، واقف على سطح الأرض وعلى بعد 20 متر من شجرة. كان واقف على بعد 20 متر من شجرة، كان فيها باش مهندسين شجرة كده هنا، وليكن ان هي دي مثلا. قاس زاوية ارتفاعها لقاها 31، وليكن يا استاذ ان ده الخط الافقي، وبدأ يقيس كده زاوية ارتفاعها لقاها 31 درجة و48 دقيقة. عاوزين طول الشجرة، لو حسبت يا هندسة عن طريق الظا هتدي لك الحتة دي بس، لازم تضيف طول الراجل، لازم، خلي بالك، لازم طول الراجل هنا مهم. يبقى طول الراجل اللي هو واحد وستة من عشرة كده، انت عارف حتة من الشجرة، البعد ده هو ده. ليه؟ لان الشكل ده بقى عبارة عن مستطيل، الراجل عمودي على الارض والشجرة عمودية على الارض. ما تنساش طول الراجل لو اداك طوله. هنقدر نجيب دي يا استاذ عن طريق ظا؟ يبقى ظا 31 و48 بتساوي الضلع اللي انا عاوزه على 20، يبقى 20 ظا 31 درجه و48 دقيقه،
دي قيمة سين. طول الشجرة أو قيمة سين طلعت بتساوي 17.8، يبقى طول الشجرة كلها 17.8 زائد 1.6. يا رب تكون واضحة يا باشمهندس. متر طبعا. بعد كده يا شباب القطاع الدائري. قوانين القطاع الدائري لو عاوز مساحته في 3 قوانين للمساحة، لإما نص لام نق، لإما نص سيتا دائري في نق أس 2، لإما سيتا بالدرجات اللي يديها لك على 360 في مساحة الدائرة. يعني باي على 360 في سيتا درجة نق تربيع، يعني حول يعني. ما تنساش إن محيط القطاع بيساوي 2 نق زائد لام، لأنه محيط أي حاجة مجموعة أطوالها من بره، ده نق وده نق وده لام. افتكر من الترم الأولاني إن طول القوس عشان لو احتاجته بيساوي سيتا دائري في نق، ولو كنت عاوز نق لام على سيتا دائري. المثلث ده اللي حول منه القانون ده من ده لده، يعني جاب لام من هنا، لام بتساوي سيتا دائري في نق، قام حاطط سيتا دائري في نق، نق في النق اللي كانت موجودة بقت بنق أس 2. تمام يا باشمهندس، نكمل. في الشكل المرسوم مساحة القطاع ميم ألف ب ب 12، أوجد مساحة المنطقة المظللة. الفاضي ده ب 12، قلت له يا أستاذ بسيطة، هو مساحته بتساوي إيه؟ مش بتساوي نص في سيتا دائري في نق أس 2، ده قيمته بتساوي 12. يا أستاذ، هو كان قال إن من ميم للألف قد 2 من ألف للجيم، يعني لو دي بسين دي بـ2 سين. ماشي يا أستاذ، طب ما ده كان اسمه نص القطر أصلا، فهنيجي نعوض به هنا، يبقى نص في سيتا دائر في نص القطر أس 2 قيمته بـ12، نص الأربعة 2، يبقى 2 سيتا دائري في سين تربيع قيمتها بـ12، يبقى سيتا دائري سين تربيع دي قيمتها بتساوي 6. كويس يا أستاذ. مساحة المنطقة المتظللة عبارة عن مساحة القطاع الكبير ناقص مساحة القطاع الصغير. أيوة يا أستاذ، مساحة القطاع الكبير قلب كام؟ قلت له يا أستاذ بنص في سيتا دائري، خلي بالك لأنها نفس الزاوية، أيوة، في نص القطر أس 2، نص القطر بقى بتلاتة، تلات سينات، أس 2 بتسع سين أس 2، ناقص مساحة القطاع الصغير، القطاع الصغير قال لي عليه بـ12 يا أستاذ، ماشي، ده بيساوي 9 على الـ2 في سيتا دائر سين تربيع ناقص 12، مش سيتا دائر ناقص سين تربيع أنت جايبها بـ6، أيوه خلاص، يبقى 9 2 في 6 ناقص 12، على الـ2 هنا فيها الـ3، الـ3 في 9 بـ27، 27 ناقص 12 بتساوي 15، يبقى المنطقة المتظللة قيمتها بتساوي 15. يا رب تكون واضحة، نكمل. دائرة مساحتها 53.6، فإن مساحة قطاع من هذه الدائرة قياس زاويته 67 درجة و30 دقيقة. قلنا له يا أستاذ بسيطة، بص حضرتك، مش أنا معايا المساحة بتساوي باي نق تربيع؟ أيوة، يبقى 53.6 باي نق تربيع، تمام، ومساحة القطاع زاويته بالدرجات على 360 في مساحة الدائرة، زاويته بكام؟ ب 67 درجة و30 دقيقة على 360 في مساحة الدائرة 53.6، مساحته تقريبا طلعت بتساوي 10. يا رب تكون واضحة، نكمل. في الشكل المرسوم مساحة المنطقة المظللة ايه؟ ركز كده يا هندسة. تخيل يا باشمهندس ان انا حاولت امسك المنطقة المتظللة دي، تمام، واسحبها كده وقمت لاففة وجاي حطتها هنا كده، مش هبص الاقيها كملت لي بقيه الدايره؟ ايوه يا استاذ، ده هي جت فعلا كملت بقى قطاع كامل. بالظبط، هي دي فكره الحل، ان هو كده يقصد عاوز مساحه القطاع. طب مين قال لك يا استاذ ان هي هتبقى قدها؟ شوف يا هندسه حضرتك كده، الوتر ده قال لك ان وتر قد وتر، مش معنى ان وتر قد وتر يبقى قوس بيساوي قوس،
ايوه خلاص، يبقى المنطقة المحصورة اللي هي دي قد المنطقة دي بالظبط. يبقى معنى كده يا أستاذ إن أنا هجيب مساحة قطاع. طب زاويته كام؟ بسيطة، الزاوية دي كانت ب36، دي كده 36 درجة. أيوه يا أستاذ. يبقى الزاوية دي بكام؟ كده معايا 72، يبقى فاضل 108. مش قياس القوس نفسه قياس القوس، يبقى ده هتبقى 108. أيوه خلاص، موضوع خلص بقى. يبقى المساحة بتساوي سيتا بالدرجات على 360 في مساحة الدايرة باي نق أس 2، ونق كان معايا ب10. كده يا باشمهندس قدرنا نحل السؤال ببساطة، هتحسبها على الآلة الحاسبة وخلصانة. بعد كده القطعة الدائرية، مساحة القطعة الدائرية كانت بتساوي نص نق تربيع في سيتا دائر ناقص جا سيتا درجة. ومن هنا كان لازم تفتكر التحويلات، ان سيتا دائر بتساوي سيتا درجة في باي على 180، وسيتا درجة بتساوي سيتا دائر في 180 على باي. مساحة القطعة التي قياس زاويتها المركزية 30 درجة. يا أستاذ أنا معايا سيتا بالدرجات 30 في باي على 180 اللي هي بتساوي باي على 6، بس خلاص روح طبق القانون. المساحة بتساوي نص في نق أس 2 في سيتا دائر اللي هي باي على 6 ناقص جا سيتا درجة اللي هي قيمتها بجا 30 بنص. احسب دي على الآلة الحاسبة وخلاص خلصت. مساحة قطعة طول وطرها، ده المرة دي يا أستاذ اداني وتر. أيوه بيقول لك إن الوتر بتاعها ده طوله بيساوي 8، طول وطرها 18 ماشي، ونص قطرها 18، تعالى نعمل نق ونص القطر كمان 18 وده زيه 18. قال لا ده بقى مثلث متساوي الأضلاع يا أستاذ، يبقى الزاوية دي بقت 60 درجة. برافو عليك. ونص القطر معايا تمام. طب ما أنا مش محتاج حاجة كده تاني، هتحتاج إيه بقى؟ تكتب القانون بس. سيتا بالدرجات بتساوي 60، سيتا بالدائري بتساوي باي على 3، يبقى المساحة بتساوي نص في نق أس 2، قلت له 18 أس 2 في باي على 3 اللي هي الزاوية بالدائري ناقص جا 60 يا أستاذ، بس خلاص احسب كل ده على الآلة الحاسبة والمسألة خلصانة. مساحة المنطقة المظللة دي ايه؟ فاكر ان الزاوية المحيطية كانت نص الزاوية المركزية؟ ايوه يا استاذ، يعني الزاوية دي اصبحت بكام؟ ب90 درجة. ماشي كده انا معايا الزاوية، هل انت معاك نص قطر القطعة؟ مش معايا يا استاذ. طب ده هجيبه ازاي؟ انت حضرتك معاك مثلث قائم، معاك الوتر اللي فيه ب10، لو سمينا ده سين وده سين، من فيثاغورس مش سين تربيع زائد سين تربيع ب100، يبقى 2 سين تربيع قيمتها ب100، يبقى السين تربيع بتساوي 50، يبقى السين بتساوي 5 جذر 2. ايوه يا استاذ، ده ب5 جذر 2 وده ب5 جذر 2، بس كده يا باشمهندس. كده انت جبت نص القطر كمان، بقيت محتاج حاجه تاني؟ ايوه السيتا بالدرجات قلت لك ب90، طب السيتا بالدائري قلت لك بباي على 2. خلاص يبقى المساحة نص في نص قطر أس 2 في سيتا بالدائر ناقص جا سيتا بالدرجات، بس كده يا هندسة. مساحة المنطقة المظللة دي ايه؟ مسائل اللي عندها الصفر دي يا شباب ما نخافش منها. يعني ايه يا أستاذ؟ ده مسألة تخض بجد ولا تخض ولا حاجة. هو كان قايل لك إن ده قطر صح؟ لو عملت نص القطر كده ايه اللي حصل؟ اصبح المثلث ده يا استاذ مثلث متساوي الاضلاع. برافو عليك. لو احنا جينا حضرتك المثلث متساوي الاضلاع يعني اصبحت كل زاويه من دول ب60. ايوه. طب القبعه اللي فوق اللي هو عاوزها دي مش كانت عباره عن نص دائره شايل منها القطعه بتاعه الدايره الكبيره اللي فوق دي؟ كانت نص دايره، اه شال منها القطعه بتاعه الدايره الكبيره، القطعه ده اهي. هات لنا مساحه القطعه دي وهات لنا مساحة نص الدايرة واطرحهم من بعض. يبقى المنطقة المظللة عبارة عن
مساحة نصف دائرة ناقص مساحة القطعة الدائرية من الكبرى. هات لنا مساحة نص الدائرة دي نص قطرها يا أستاذ بيساوي نص، يبقى باي في ناقص 2. تمام، تعال بقى هات لنا مساحة القطعة. مساحة القطعة عبارة عن نص في نص القطر هنا بواحد أس 2 بواحد في سيتا اللي هي باي على 3 ناقص جا سيتا بالدرجة اللي هي جا 60 بجذر 3 على 2. كده يا باش مهندسين مسألتي خلاص خلصت، ما عليا إن أحسبها وأطلع الناتج وخلاص. بعد كده يا شباب المساحات، مساحة أي مضلع رباعي عدد أضلاع 4 وأنا مدي لك أقطاره والزاوية اللي بينهم نص حاصل ضرب القطرين في جيب الزاوية اللي ما بينهم. ولو كنت قلت لك إن في مضلع منتظم مساحته نون 4 في سين تربيع في زطا باي على نون عدد أضلاعه 4 في سين أس 2 طول الضلع أس 2 دي كده طول الضلع، ونون عدد الأضلاع يبقى عدد الأضلاع 4 في طول الضلع أس 2 في زطا باي على عدد الأضلاع. وهنا بيقول لك أي مضلع رباعي لو جيت اديتك القطرين والزاوية اللي ما بينهم يبقى الناتج نص حاصل ضرب القطرين في جيب الزاوية المحصورة. ومساحة المثلث يا باشمهندسين كان فيها أربع طرق. الطريق الأولاني نص حاصل ضرب ضلعي قايمة، وده اللي بتدرسه من الابتدائي. الطريق الثاني لو كان مديك إحداثيات للرؤوس، وده هناخدها في الجبر لأنها تبع المحددات، نص قيمة المحدد. ولو ادالك ضلعين والزاوية المحصورة خد نص حاصل ضرب الضلعين في جيب الزاوية المحصورة. ولو اداك الثلاث أضلاع هات نص المحيط في نص المحيط ناقص ضلع في نص المحيط ناقص ضلع في نص المحيط ناقص ضلع. نتضرب سداسي مساحة 54 جذر 3 طول ضلعه بكام؟ قلت له سداسي يا أستاذ منتظم، لازم تقول منتظم. أيوة، ده بيساوي نون اللي هي عدد الأضلاع 4 في طول الضلع أس 2 في زطا باي على عدد الأضلاع اللي هم 6 ب 54 جذر 3. كويس، 6 على 4 يعني 3 على 2 في طول الضلع أس 2 في زطا 30 دي مقلوب زطا 30، وزطا 30 بواحد على جذر 3 يبقى زطا بجذر 3. ماشي يا أستاذ، ب 54 جذر 3 شيل جذر 3 مع بعضها واعمل المقص، يبقى سين أس 2 ب 54 في 2 على 3. هنا يا أستاذ على الثلاثة فهد 18، يبقى طول الضلع أس 2 بيساوي 36 ومنها طول الضلع بيساوي 6. سداسي طول حرفه 6 سنتي، احسب مساحته. قلت له يا أستاذ مساحة السداسي بتساوي نون 4 عدد أضلاعه 4 في طول الضلع أس 2 في زطا باي على عدد الأضلاع، اللي هي نفس المسألة دي، يعني هتطلع في الآخر 54 من جذر 3. معين طول ضلع لام وإحدى زواياه الدخلة سيتا. تعال نرسم معين يا هندسة، وليكن مثلا يا أستاذ إن ده كان المعين بالفرق. ألف ب ميم دال عايزين مساحته. بيقول إحدى زواياه الدخلة سيتا لو دي كانت سيتا. ماشي يا أستاذ، مش أنا أقدر يا باشمهندسين أجيب مساحة مثلث واحد وأضربها في اتنين يقوم مديني مساحة الشكل الرباعي؟ ما هو ده لام وده لام. لو أنا جبت مساحة ده ما هو قد مساحة ده، يبقى أنا اتنين من مساحة مثلث، يبقى اتنين في نص في حاصل ضرب الضلعين في جيب الزاوية اللي ما بينهم دول راحهم، يبقى بلام تربيع جا سيتا. مثلث ألف به جيم إذا كان نص المحيط ناقص ضلع بيساوي 5، ونص المحيط ناقص ضلع بيساوي 7، ونص المحيط ناقص ضلع بيساوي 8. حاضر يا شباب نصف المحيط. إيه المسألة الغبية دي يا أستاذ؟ ولا غبية ولا حاجة. اجمع التلات علاقات، يبقى نص المحيط ناقص ضلع، ونص المحيط ناقص ضلع، ونص المحيط ناقص ضلع، لو جمعتهم دول كده بتلاتة ملحة ناقص ألف شرطة زائد ب شرطة زائد جيم شرطة،
بتساوي 25. كويس، دول ألف شرطة وبيه شرطة وجيم شرطة، مش دول اسمهم المحيط؟ أيوة. المحيط كان بكم حا؟ ده باتنين من حا يا أستاذ. يبقى 3 حا ناقص 2 من حا يبقى دي حا واحدة بتساوي 25. كده أنا قدرت أعرف نص المحيط بكام، ومساحة المثلث كانت بتساوي الجذر التربيعي لنص المحيط في نص المحيط ناقص ضلع في نص المحيط ناقص ضلع في نص المحيط ناقص ضلع. بس كده يا باشمهندسين هنحسب دي والسؤال يبقى انتهى. أتمنى يا باشمهندس إن المراجعة دي تكون فادتك، أو أكون قدرت أفيدك ولو بمعلومة صغيرة. نتقابل إن شاء الله مع الهندسة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.